أمامه الزميلة نشوى الشريف. يا أهلا بك يا نشوى، اتفضلي. أهلا بيك محمد، وأهلا بكل مشاهدي الحياة. بالفعل من أمام مجلس النواب وبنتابع الجلسات اللي بتتم على مدار اليوم. يمكن أمس بالفعل كان بدأ يحضر منذ صباح أمس النواب، علشان المجلس بالفعل أتاح أن يقدر النائب أن هو يستبدل من لجنة لأخرى، وهذه اللجان كان بالفعل النواب اختاروها منذ البدء في عمل كارنيه المجلس، ولكن أتاح المجلس أنه يقدر أنه يستبدل هذه اللجان من لجنة لأخرى. و الساعة الثالثة عصرا بالضبط بدأوا الجلسة، واللي فيها بدأوا توزيع اللجان والأعضاء على 19 لجنة النوعية المؤقتة، واللي هي بشكل يعني تم عملها بشكل مؤقت إلى أن يتم المرور من 15 يوم الأولانيين علشان يبدأوا يناقشوا القوانين اللي تم صدورها في حالة غياب المجلس في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني بالفعل محمد تم توزيع اللجان، ويمكن من ضمن هذه اللجان مثلا اللجنة التشريعية تولى رئاستها السيد بهاء أبو شقة، وأيضا لجنة حقوق الإنسان تولى رئاستها السيد مرتضى منصور. ويمكن الرئاسة محمد بيتم اختيار رؤساء اللجان عن طريق الأكبر سنا، وأمين السر هو الأصغر سنا بالتحديد، وأيضا النائب كمال أحمد الذي تقدم باستقالته أمس يعني رفض المجلس قبول هذه الاستقالة. أما عن موضوع قطع البث وإذاعة الجلسات والتي أثارت جدل كبير يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الناس بشكل عام، علمت بأنه بالفعل بدأ النواب بتجميع توقيعات علشان يقدروا أن هم يقوموا باسترجاع البث وإذاعة الجلسات مرة أخرى، إرضاء بالتأكيد للشعب المصري. ولكن اليوم إن شاء الله هم مستمرين في متابعة مناقشة ال 300 قانون، وأيضا استلموا تقرير تقصي الحقائق الذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليمه للمجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للجنة التشريعية بالمجلس، وأيضا اللجان النوعية المختصة في هذا. بالفعل محمد مستمرة معاك في متابعة ما يجرى داخل مجلس النواب، وبالتأكيد سوافيك به ونرجع لك مرة أخرى في استوديو الحياة. شكرا للزميلة نشوى.